والسهريه باش نحضروا القطايف. القطايف بنينه ومشتهيه. القطايف اللي باش نحضرها اليوم انا باش نحضرها على طريقتي انا، باش نحضرها بالفاكهه وباش نحضر لها كريمه باش تجينا هشوشه وبنينه. اول حاجه اللي باش نبداو بها نحضروا لها الشحور، على خاطر وقت اللي تطيب القطايف لازم يكون الشحور نتاعها بارد. نحط السكر في وسط الكسرونه، انا باش نحضر مقدار نتاع 500 غرام سكر، وباش نصب الماء نصبو نص لتر ماء. الشحور نتاعها لازم يكون خفيف. توا باش نحط الشحور يطيب، ووقت اللي قريب يطيب باش نعصر شتركة بقارص. اللي ما خلطش على المكونات يلقاهم على يساري. وتوا باش نبداو في تحضير الفاكهه. حضرت شويه لوز بوفري وفستق، وهذا لوز بندق مقصوص كما البندق. ناخذ اللوز باش نقصو باش نحمرو في جديده، نقصو هكايا تريفات اللوز والبوفري. وبالنسبه للفاكهه كل قدير وقدر يحط الفاكهه اللي عنده الموجوده، النجمو راهو نحطو زوزه، نحطو كاجو، النجمو اي فاكهه عندنا موجوده نحطوها. وهكايا يكون القصان، ماذا بينا الفاكهه نقصوها بيدينا ما نرحيوهاش. اللوز والبوفري وهاني كملت قصيتهم، توا باش نحط عليهم اللوز. اللوز هذايا اللي مقصوص كما البندق. الفاكهه اللي قصيتها باش نحط لها مغرفه جديده باش نحمرها بجديده. هكايا نحطو. تعرفوش علاش حطيتها مغرفة جديدة؟ باش تجينا الفاكهة محمرة وتتقرمش. الفاكهة تحمرت، وكي نحمروها كيما توا هكايا يكون تحميرها. وتوا باش نحط لها شوية ماكل قطايف باش نحمرها معاها. نخلط. تعرفوش علاش انا حطيت القطايف في وسط الفاكهه نحمر فيها؟ هذايا استوس انا باش نعطيهولكم باش نجمو نبذروها. الطبيق نتاع القطايف ما تعرف هو يتكلف، على خاطر الفاكهه غاليه، دونك حتى ب 100 غرام فاكهه نجمو نحضروا طبيق قطايف وراهو يجينا بنين بنين بالكدا، وتجينا الفاكهه مع القطايف تتقرمش. وتوا باش نحضروا الكريمه، باش نصب نص لتر حليب، وباش نحط طابع جبن كويستو بريزيدون باش ننكهوها الكريمه وتجينا بنينه. نحطو طابع جبن. وتوا باش نحط مغرفتين سكر. نشا مانيش باش نحطو توا، نشا باش نحطو في الاخر وقت يسخن الحليب، وقتها احنا نحطو نشا. نحرك باش نحط شويه زهر. توا الحليب باش نحطو على النار، وقت اللي يغلي باش نحط النشا. القطايف باش نسقيها بجديده، مقدار نتاع 200 غرام جديده ذوبتهم. ناخذو هكايا بالمغرفه ونسقيوها. القطايف موجودة في الشرق الأوسط يسميوها كنافة، احنا في تونس نسميوها قطايف من قديم الزمان. نعملوها القطايف والأكثرية رانا نحضروها في شهر رمضان، نحضروها للسهرية. انا حضرت مقدار نتاع 500 غرام قطايف و 200 غرام جديدة. أنا كملت حطيتهم 200 غرام، وتوا باش نخلطها. كيف نخلطو؟ نخلطو بشوية بسياسة باش ما تتفتفتلناش. هكايا خلطوها شوية باش تدخل فيها جديدة كلها تتدهن بها. نجمو راهو حتى نخلطو بيدينا، أنا في العادة راني نخلط بيديا، كي نخلطو بيدينا خير تتخلطلنا بالكدا، ونحاولو باش ما ندقدقوهاش. وكيف نخلطو نحاولو نخلطوها بالكدا باش نتاكدوا اللي جديده دخلت بالكدا في وسط العجينه نتاع القطايف. وكان هكا حتى قعدت لاصقه شويه راهو نحلوها، نجمو نحلوها هكا بيدينا. هذاك علاش انا خيرت نخلطها بيدي. وتوا هي تخلطت
وبش نمد الطبق ونفرش الشطرها في وسط الطبق. القطايف في الشطرها بش نفرشوا في وسط الطبق. الشطرها الاخر بش نخليوه نحطوه في الاخر من فوق بعد ما نحطوا الكريمه ونحط الفاكهه نحطوا بقيه القطايف. انشي هاني كملت خلطته في وسطك الحليب البارد وتوا باش نصبه على الحليب اللي حطيته يغلي مع جبن بريزيدون ونخلط. وانشي انا خلطته مع الحليب البارد باش نربحوا الوقت وما نقعدوش نحركوا باش في ساعه تطيب لنا الكريمه. ديجا شوفوا هكا بدات تعقد وتوا باش نخليها تغلي 3 دقائق وبعد نطفي عليها. الكريمه طابت، شوفوا التكستور نتاعها كيفاش جات باهيه. وكالتخليطه نتاع نشا اللي خلطناه في الحليب البارد وصبيناه في الاخر هذاك ما يخليناش باش نقعدوا نحركوا برشا وما يخليهاش يتكعبر. توا باش نحطها تبرد شويه وبعد باش نحطها فوقك القطايف. الشحور قاعد يطيب قريب يطيب، توا باش نعصر عليه القارص، شطر كعبه قارص، وباش نخليه يزيد يغلي 4 دقائق وبعد باش نطفي عليه. القطايف نرصوها بالقدا هكا ننزلوا عليها، نجموا حتى بيدينا. وبعد ما رصيتها ناخذ اكل الكريمه وباش نسقيها بالكريمه، نصبوها الكل الكريمه. نحطوا زيدا هكايا على الجناب. وبعد ما صبيت الكريمه باش نحط الفاكهه اللي حمرتها وحطيت في وسطها القطايف وحمرتها بجديده. شوفوا كيفاش تتقرمش هيك جات محمره بالقدا. ناخذ الفاكهه هكايا نفرشوها الفاكهه كلها هكايا فوق الكريمه. وبعد ما حطيت الفاكهه توا باش نحط بقيه القطايف. القطايف نفرشوها فوقك الفاكهه هكايا. الكوش الفوقانيه متاع القطايف ما نرصوهاش، نخليوها هكايا تكون. وكهكايا نفرشوها الكلها على كبر الطبق. والقطايف نتاعنا حضرت والفور شعلناه وحطيناه يسخن وتوا باش نطيبوها في فور سخون. راهي ما تاخذش برشا وقت والفور ماذا بينا ما نسخنوه نحطوه على 180 درجة. القطايف طابت وهاني خرجتها من الفور وهي سخونة، نرشوا عليها شوية زهر هكايا، رشوها كلها بشوية زهر. وبعد ما رشيتها بالزهر توا باش نحط لها الشحور اللي طيبته، والشحور يكون بارد هكايا، نسقيوها بالشحور. الوصفة هذه راهي سهلة وفي ساعة ما تحضر وماهيش مكلفة. توا هاني سقيتها، نستناها تشرب الشحور هذاك وبعد باش نزيدها سقوه ثانيه. يلزمها تكون مشخشخه بالشحور القطايف، نخليها دريج من زمان وبعد نرجع لكم باش نكمل بقيه الشحور. شربت الشحور اللي صبيته الكل وتوا هاني نزيد فيها في بقيه الشحور. والوصفه هذه راهي سهله في ساعه ما تحضر، كل شيء نحطوه مع بعض ونحمروا الفاكهه ونحضروا الكريمه ونطيبوا الشحور وبعد نحضروا التبيق نتاع القطايف. وهذه القطايف نتاعنا اللي حضرتها. القطايف شربت الشحور نتاعها وتوا باش نزينها بشويه فستق، وكل قدر وقدر وكل واحد ينجم يزينها بالفاكهه اللي عنده. هذه فستق مرحي نجي هكايا وكل واحد يزين راهو كيما يحب.
ياك الفستق هاني كملت حطيته عندي ياك عبيت فستق هذوما كعب باش نزين بيهم وكأن نجمو يا اما نحطو هكايا والا وحده كي يزينهم يعمل نجمه يعمل حاجه زين بيها. القطايف حضرت شخشختها بالشحور وزينتها بالفستق، راهي وصفه زمنيه وصفه سهله ونحضروها في سهريه شهر رمضان وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.